بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كان واكي بقول تمانية الضباط يكمد من رياض الصالحين من كلام من سيد المرسلين، وحين كسوة شري كتاب فضائل الأعمال، وحين أدن بباب فضل صلاة الجماعة. صلاة اللوتك ودرت يا جماعة فضل يا ديرات كيلا كلا ذهاي مدة قوني ذا اللوت كذو. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أحد كفر حقلني قفك شعل أن يلقى الله تعالى إنه ربي لك المغدا بريتو مسلما أصغ مؤمن أه وإله أهو قان سمي فليحافظها إلى ليو وهردورها كد ذالو على هؤلاء الصلوات صلاتها أيها إيشانتا حيث ماشي ينادي بهن ينادى بهن لوغا آدم ماشي لوغا آدم أكو إلاليو بمعنى مساجد يا جماعات كا إلاليو وصلاة ماشي لوغا آدم إذا لوغا يري إلا إسكاغا باقي هل آدو هل تغو صلاة هل غوتو. فإن الله سبحانه وتعالى اللوين شرع وحوشي دي لنبيكم نبي محمد عليه الصلاة والسلام سنن الهدى سنن يا سنن بوالله أخري كرا وأنا طريق ودا لوتشي ذا سنن الهدى هنونك ودوين كي سيبا لوتشي ذا هنونك إيا وناك إيا خير كي إيمانك ودوين لو قادو أو لو مرو أي النبي الله محمد إله الدين أو قد جاي سنن الهدى يا سنن الهدى وإسكوميت طريق بالغا ودا قليك لا قادو سنن كان وحي أمانا بالغير هذا سنن كان وددو حنبا ليدا دا يدا دانا ويتشيران. وإنهن صلاتها شنطة من سنة الهدى هنونك ودوين كيسية خير وناقسان بي كمديهين. ولو أنكم إذنك هدي صليتم آتكتان في بيوتكم قريهن كتكتان كما يصلي سؤتك هذا المتخلف دي بصعد كاني آن صلاة إمين الجماعة في بيت قريس سؤتك وقتك ذوك ردد قريها وقتكتان والجماعة كتكتان إذنك الذين آدام أيوه لا تركتم وحد كتكتين وكتك إلى هيدين سنة نبيكم طريقي وضد النبي إن محمد عليه الصلاة والسلام. ولو تركتم هذا كتكتان وكبية ديدان وتكلي حتى سنة نبيكم نبي إن تشتكي سي تبتي سنة لضللتم وضم إلى هيدين وضلال كفر وي هدي طريق النبي محمد كتكتان ودين كيسي أتكتشي تتان وتكتشي دتان وطومي سانو لمتان كان مركة هدو كل يهاي أو سيئد اللي هاينا وضلال وكفر هدو ميلقو نعة وانقال لما كينا نقو يهاينا وضلال وفسق وي. ولقد رأيتنا وحانو سأرقني هدان صحابنا هاي وما يتخلف عنها أيضو سنكهرين إن صلاة جماعة إلا منافق أورك قال مويني معلوم النفاق قال لمدي سلوقيا إن أورك قال وأفك مسلما مويني أحد كالي أصغن صلاة جماعة وسنسيرين ينبى سومرتي ونسأركي شرادا صحابنا. ولقد كان الرجل ننكو حوان شري يؤتى به مثل كينو ننكو مسلم كا إحنون سنبى صلاة جماعة لكيني شري يهادى أصغن للوذين أيوه بين الرجلين لمن اندحضوت يعني نبا قرب كمديك تاكل هيا نينا قرب كبدي حدا مركاس اللوضيا اللوغي سلوك كوشي ديا سيدا سلوك كينيا جماعة يا مسجدك حتى يقام الى لتشوشيو الى استاجيو في الصف صف كدحي سراه مسلم. وفي رواية له قال رواية مسلم ليا وحاكوتي مدون عبد الله مسعود اويجي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا رسول كلا وحنا بري سنن الهدى هنونك يا لو دواشها ودوين كيسي وضيقها الله مرو. وإن من سنن الهدى هنونك ودوين كيس وحاكم ذا الصلاة في المسجد صلاة اللقوت كذا مسجد كي الذي مسجد كاسو يؤذن فيه لقى آدمو صلاة الله اسكوية الله اسكوية باقي بركيان لقى اللي حنم وهي هلقود دالو صلاة هلا دورو ميش لقى آدم يمساجد هلا تو guriyaha in dhaqan laga dhigto salaadaha ku tukad koodana waa ceeb weeyaan hadaan cudur daar jirin.
وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك إلهي ولبان مقلي ما من ثلاثة صدح مجران صدح قف صدح روح وفي قرية تولتشوغة ولا بدن أمامي يمل بادياتشوغة لا تقام أن لعوغين فيهم لحظوظة الصلاة صلاة الجماعة رواية حدثك أولي عند أحمد لا يؤذن فيها ولا تقام فيهم الصلاة أن لقى آذامين صلاة دين أن لقى أوغين هذه الجيران إلا استحوذ وحاق قبصدة استحوذ استولى إلا معناتها إلا قد استحوذ وحاق قبصدة قل يها ميغة جوغة أما مقالة جوغة أما تولى كنول إن صلاة دي هو آذامين جماعة دين أن أوغين وحاق قبصدة عليهم دشوة الشيطان وشيطان با أطلي يويكوا أيقا شيطان با خيرك أدي دي كلنك أدي دي جماعة أدي دي صلاة قرحنت دي أدي دي كور استاغي فعليكم بالجماعة وذا شرك أغادة وذا شرك يا صلاة إن جماعة لقلت كذو أغادة وكد ذالة فإنما يأكل الذئب ييغو حوعنا أما ويركو من الغنم أرق حقيسة القاسية نفك بنشوغي بقونو داقة بقونو داقة باشا أون حولها كرس عضا يقولونه الله هرا داو عضو الله هرا داو الله هرا يجد الله يورك الله هران رواه أبو داود بإسناد حسن أبو داود بسند حسن كوري أبو نووي خلاصته خلاصة الأحكام كتاب كيسا وحيدة رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أيو سيدة كويري لفظة الغنم نموس كشيق ما شهوري كتاب كيسا خلاصة الأحكام مر لبعض وسوع شيء حديثك في خلاصة الأحكام وقدر أي لفظة من الغنم سيدك لو حول أبو داود باورية بإسناد صحيح سيد هذا أوي عليه بأن صحة والسند كحديثك هو حسن صحيح ما حديثك هو حسن لذاته صحيح لذاته ما حكم كرياض كافي عن لكن أرجع من الغنم أبو داود النسائي من دكم إيمانين تأسك هذا فإنما يأكل الذئب القاسية القاسية ساسا كتم الترمذي عفوا أبو داود النسائي بكتمت مركب حلقية إمامك إن ورواية كريهة لإنت أنا أركي كري أما أن بارك رواة بارك مهلين وليها شرح لنا ما يسن شيئين لفظة الغنم حديث كلو كي مادة وحديث معاد بن جبل حديث معاد بن جبل بكي مادة وصدان سياقا كي إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية أو الشادة المنفردة وحكي مادة في حديث معاد بن جبل أما حديث أبي الدرداء لفظة الغنم وخطأ ليس منه انت اسكو قاد حاكم الحديث هو صحيح الاسناد بيد هذا ذهبنا وصحيح بالحديث سوغان وي المهم انه حسن يابا الراجحه صوب ورا حديثك او نينك لو اورن جيري معدان ابن ابي طلحه اليعمري ونن تابعي يا مال ايمت ابو الدرداء مركز سوري معدان وحقيت دقنت هاي وحلو تولا كسوكيسا مقاله حمص الليل هذا ايان دقنه تولا دقنت ها صلاة الجماعة إلى لبور نبي جنبه نبي وحن كم مغلي سدان يا سدا حديث كمرك أشياء جاي قصة هذا سعدي كويمت مرك حق الرواية السحاب قال له شيء ده لفظ قال الجماعة كويمت نين حديث كرجع وريا كمد ومعدان رك قاطي والله يدا حبيش السائب بن حبيش السائب بن حبيش هو سمو تابعين تكمد يا وحولي هاي الجماعة وحلقة وهذا تي سياسة ضمها نذامك جود المسلمين تي إمارة ما هي وجماعة الصلاة إنما يعني بالجماعة هنا جماعة الصلاة سداس تابع قاسنا أورنجري إسديد ما هي وذا شرك صلاة هل وذا تكده يدنت جود المسلمين تولى إلى ليه يا نظام كذا سياسي ولا دوره شرع قال إنه خلاف الله إلى ليه أنتوا حديث كواسوه قل قلايا قل قلايا باب الحث أنت أنك بحمر كمسألة صلاة الجماعة حكم كذا ونصهر مريني أعذرت إيه هذيك وجوب الجماعة أنت منصوص هذا القرآن كسنة كتمت من بين التلمامين كو حكاء مرضك صلاة الجماعة أما وفرض عين لها أما وفرض كفاية لها أما وسنة مؤكدة صدح لها مثلا ما معتبره مذهب كورنا يواشط من لصحة الصلاة وباطل أصوغ وارسك الديني مذهب تاسي وجوب كتلمانتين لبضعة فرض كاسي وحن كل عكراء دور عذر دار وشرع عديي يوحي لوغا قياس قاطي فقهاد واي علذي سنتي فهمين اي حكم كي منصوص كذب الجيون الحقيقي مرض كوكا نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام اسوغو سيده جماعه اوغا هدلي او سيده او دوجي وادكيي وكيسو بنو حنون صدي عليه الصلاه والسلام غورغو سنه مساجد الباب كي سوها
intuu xanuunsanaa salaad jamacaa muslimiinta lamuusa tukanin, waxaan laba maalmood ka ahay gurigiisu iskaga tukanayay hadduuba awoodo. Marka maradku iyo xanuunka kuud culus haddii ciddi ku xanuuntay iyo qandho yaroo iskala shahada la cabaysood ku sheekaynaysa iyo waxaa marad lama yidhaahdo salaad logama tago, ee xanuun weyn baynu ka hadlaynaa. Marka maradku waa cudurdaar jira oo jamaacada wujuubkeeda rida iyo fardocaynteeda rida weeye. Nabigeena qabsatay calayhi salaatu wasalaam axaadiis dhowrana way ku yimaadeen, xadiidka abi muusa alashcari, kii burayda bin xusayb alaslami, kii abi hurayra, kii ibni cabaas, man samica annidaa'a falam yujib falaa salaata lahu ilaa min cudrin. Ibni cabaas marka la weydiiyey khawfun aw maradun buuri, cudurdaarka looga tegi karo jamaacada waxaa ka mid a cabsi, cabsi hadday jirto oo aad ka baqiba dhexda in lagu galo moobaylkii lagaa qaato. Cabsida waxaa ka mid a hadda kabi baa layska xadhayaa ka warama masaajidda kabaha layskaga xadaya caanka ku ah jamaacadooda waajib noqon mayso. Masaajidda ibir layskaga dhigahayo wadaad xiro wuxuu ugu soo urursaday oo soo yabyabay yaa bacdi soo iloobi, kabihii xuf lama hayo, shantuu dhigan haya, maxaa la samayn? Fuqahadu waxay yidhaahdeen wadaad dayn kugu leh hadduu jamaacada soo tukanayo oo markuu ku arkaba ku weydiinayo xagga naxba aadan haynin jamacada way kaa dhacaysaa bay yidhahdeen. Wuu ku qorax joojinaya, wuu ku ceebaynaya, war waxay imaadiis wanni waa dee xilli xun baa lagu jiraa, qamaaciir baa dhacay, jilaal iyo kala jaban baa lagu jiraay. War allaha ku asturi bal isug, imisa goor baad isug leedahay? Dhowr beedo baanu ku soo anasi waxaa iyagii waa lagu soo fiiro diinta iska baxaad koofeed weynaana lagu leh maxaad samayn? Facshir baa meesha ka dhacay. Gariim hadduu ku laazimayo cudha kuu boodahayo wujuubul jamaac waa dhacayaa. Fuqadu yidhaahdeen anigu waxaa igala daran kabaha haddii lagu xadahayo, kabaha haddii lagu xadahayo bacdi waad soo ilaba qamiiska aad maanta qabatay waad bedeli, kii kale ka bacdi raaci ama bacbu waad waayashili aad ku gadata ma haysid, masaajiddana bac fiican ma taallo, niman kabaha gaadahayana waa jira, halkaa haddaad dhigtay haddaad geeskaa dhigto waa isla doonanayaan. Hal sana waxaan xusuustaa masaajid la igaga qaatay toddoba joog sanad gudihii, hadda masjid al-Amin buu ahaa, jamco inaan u aadan mooyin salaad kale waan ka cabsadaa. Hawsha ul salaal maaha mar haddii la isgalo. Almuhim cabsi hadday jirto ilaa min khawfun aw marad, xanuun jiro jamaacada way dhacaysaa. Cudurdaarka saddexaad ee mansuuska ah waa haddii raashin lagu soo dhigo salaad in la aqimo, xuguu raashinkana aad qudaraynayso yar caliyadu kaa socoto raashinkaad iska cuni jamaacada haday dunda ku dhaafto. Waxaa ka mid ah haddii markaasi kaadi iyo waxyaabihii danaha xaajada ay ku dhibayaan ayaadna jamaac wujuubku waa dhacahaya. Waxaa ka mid oo mansuusa hadduu imaamku qiraa'ada dheereeyo, qiraa'adu dheereeyaa dhabarkaa lagaa hayaa waa yeel baa tahay, ama dhallinyaraha hawlo badan u taagan yihiin baa tahay, salaadun bucitaalidi saddex maqra afa maruufuuda ku gelin laya adiguna dameer baxaaba kaala taagan. Masaajidka nooca haddii lagaga aadamo ani ima yeedhaysaan baad leeda fanya badhigaad iska aadaysa. Waa mansuus meeqa cudurdar baa idiin sheegay? Shan baad maraysaan. Waxaa ka mid ah inaad toon iyo basal soo cuntaadoon oo la qasdin salaada jamacada aad kaga hadhigto. Toon iyo waxaad kasoo dharagtay iyo basal baar iyo alaabtii, ama wax kaloo sinjiir kharriman leh oo basal iyo toonba ka daran baad soo cunta. Yaa sigaar anagu ma cabna, idinka cabe waxaa ka daran baa samaynaa mee waaya dhib ma laha maya siyaarka suusi kala isagoo aad dembi kale u sii yahay waxyaabaha xalaashaan ka hadlayna. Cudurdaaradaasi waa mansuus wey, waa mansuus, nusuus baa ku timid. Waxaa ka mid ah in mashquul uu jiro, mashquul zaa'id ah, oo haddii jamacada aad gaadho ay dan culus kaa fakanayso. Oo xadiidkii burayda waxaa ku yimid iyo kii abi muusa al-ashcari, man samica annidaa faariqan saxiixan
وموقوف أحاديثه يمه ومرفوع ولا إلى هذا وذاتنا رفعي الرجحان نمنا وقف الرجحان ما يقعد الدرب الهيزان تضوض أصلا هذا حسوس طائنة منصوصة مسواس الدين فوق هذا مرك عدور درب منصوصة فربضان أي أوقات قياس قاتم وحك حكمة أما كل علة جب جبدنا وحوي صلاة جماعة هاللود دالو يسن رقم كون نقني إن أتكتكت واجدم بجرعة كور الرسان شيطان هو مشى سوق بحر حري إن أيد فوضى يسطه أوت قرصة تيجي وفرض عين لا أنت صلاة أصيح ميسو وسنة مؤكدة وفرض كفاية هولها صورن تسكت كاديسو وطريق نبي محمد وطبتي صحابة منافقين بعد قنوا هنا يكتغنا في فلسطين إسكا إلى له شايدا عدور دار علوس أود مارين ويدنا كقبس دم مين صلاة ديان لفلسطين جماعة ديان لفلسطين باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء وحبابها بورنت الإسكوبوري إن لقى يبقى صلاة جماعة أولي بالصبح أي عشها عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة عذر درد أن كنت جاهد تذكرنا إنسان منصوص كا مطر كا كمدا روبك أيا كمدا روبا هذه جرتا كمدا وحكمدا الضبيل العلوس يقوى زائد هذه سنة أبو داود بن نكون بري عذر درو يبدين إلى كوي وتملبي وتنبع لجاري منصوص كلا جرسية ويحكي الأن أنهم فانتان بارو قدر الله من صلى العشاء في جماعة عشاء روحي جماعة كنت كذا صلاة عشاء ننكي جماعة كنت كذا فكأنما وحد مدى قام إنه استاغي نصف الليل قيام هذه الله إدلاق في الشريعة عرفك شرعي خاصك وتهجدك نسك الضم بصلاة لتو كذا الليل هذا فكأنما قام نصف الليل هبيك كلبرك أما نسكي إنه صلاة الليل أتاق ناب والآد مدى حق أجرك أهلاي وعشية جماعة كنت كذا ومن صلى الصبح في جماعة صبح ننكي جماعة كنت كذا فكأنما صلى الليل كله هبين كوردن بينو تكذي بعد مودة هبين كوردن بينو ساتل أتاجنا أو عمري حق أجرك أياد مودة أيضا سنة هين هبين كوردن با إلا تكذو راه مسلم مركا صلاة الصبح جماعة كنت كذا هبين كوردن با إنه سوت يدو إلهي وعابد يبعد مودة حق أجرك مكلا ليه هاي من الصبح كل جيبا أجرك سوردن با كينيا مس النص ينص بيوكل الجوسنا يعيشه يفجر عشية جماعة كنت كذي هبينك نسكي إن عبادة استأجر كيبان مال إياه الله هدنا الصبح يبان فجر كنت كذي نسك لوان بحشمية مس حتى هذه صلاة عشاء جماعة ذيك السيرة يسو لكن إلهي كوافتيو صبح إن الجماعة كنت كتو هبينك ورنا إلى استأكتي لم يتاي لا بد الرأي بفقد واسكو خلاف سنين وحصل له بدن هاي نص ينص إن يتاي وهبينك كلي وحكا إمانيا مركات جماعة كنت كتو عشاء إيو فجر كوبا الصعودة طيب حديث كدنبان عدينتون رواية دنبان عدينتون رواه مسلم وفي رواية الترمذي وحاكيم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء نينك كقيب قال صلاة عشاء في جماعة جماعة كقيب قال كان له قيام نصف ليلة وحاءوا أهانيا هبين نسكي أسوه استاغي أو قيام الليل يساتلين التقناء ومن صلى العشاء والفجر في جماعة عشاء يفجر كان إنك جماعة كنت كذانا كان له كقيام ليلة هبين رن إنه تاقناء وتكان أي أيو لا أجري قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون هذي المسلمين تقال لها إيه ما في العتمة صلاة عشاء لتكذا أجرك كجرة إيه الصبح صلاة الصبح وجماعة لقلت كذا لأتوهما ضدك وإيمان الله يلا بدأ صلاة دوت ولو حبوا قرقورت بها الله كده حمارة شأم الضبك سيقت بها كوي مادينه متفق عليه وقد سبق بطوله حديثك صور ديرنا وصور مري ابن عمر وقد قرنا يسمى حؤرن شري صلاة عشاء إيه الصبح أنك أن نكوينه ملها نحمن شري كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن هذه صلاة العشاء يا جماعة الروح يا صبح أنه كوينه ملحم بأن أقادي شر إنه منافق يا هاي باقلون نديه شرت
marka aad hal iskaga ilaaliyo dhaqan kaasi dhaqan wanaagsan maaha wa anhu waxyaabaha ay qolyaha wahaabiyada Soomaalida ku soo kordhiyeen bay ka mid tahay in salaada jimcaha loo dadaalo waa maxaasintoodii wanaagoodu ka mid yahay Soomaalidii hore iyo waaga anagu xirta ahayn jamaacada looma roonayn lama danayn jirin bal waxay tegi jirtay manaad ban u soo xireeyey salaad uma soo xirin iga leexo halkaadoo fadhiyo cashir ku cishanay intii la aqimo inantaas ka dhamaysato cashirka hadhow marka la kala dareero salaad ma la geegalay oo sidii qaar dhulwaayihii loo tukanahay aad tukato oo mar raaxga la fiirinayo marna salaada lagu hayay yay iska ahaan jirta idan maxaasintooda jamaacada in loo dadaalo la ilaaliyo la dhowro waa min maxaasin wahaabiya fi sharqi afriqiya bointiga waa in loo qoro la hoos looga xariiqo laguma haysto wax suufiyo salaad jamaaca uga daraa ma jiro waxaa la mid oo ayaga ka ag dhow qolyahan akhwaanka islaax kuma si fiicno ayaguna jamaacada salaadeeda ugu doodo cudurka way qabaan yaa raaca ya urra ii tiri urra tabliiqa tabliiqaad bay jamaacada ugu dadaalaane tabliiq xaggiisa layga mari gare jamaacadaad bay ugu dadaalaan ya takfiir muslimiin baa horta waliya takfiir kule takfiir takfiir goorbay kule tukanaya goorbay kule tuka shaqeeyasiiro salaadaha loo dadaalo salaadaha loo dadaalo wa canhu can abi hurairata radiallahu tacaala canh qaala qaala rasuul llah sallallahu alayhi wasallam waxaan xusuustaa odayan qaraabo nahay oo niman iga xigana waa fadhiyaan hadda waxba ka hadli maaye iyo hoteelkii ijaara ee five ku oli jiray buu degan yahay laba masaajid ba hareeraha ka waa la aqimi 97 ilaa 2000 dhowrka isagoo jooga oo qolkiisa u xidhan yahay hoosta kaga tukada oo sheekh ibn iyo la soo salaami oo la booqan oo sigarada loo keeni jamacana u dhaqaaqaynin baa igu dambaysay inuu dhintay in kale garan maayo wajirtu soo ma garanaysa hoteelka loo jiray ku yaalay xagee ku yaalay horta five ka soo ma ahayn meesha alwaxyaha lagu jarjari jiray hoteelka soo horjeeda gaabnaa ya ninki yaa furaha janaa haystaa dhihi jiray hoteelka wadaad imaam u kareysnaa halkaas uu degan yahay wax ka saari kara ma jiro u bixi maayo laa suufiyusun aadayn la tukan maayo akhwaan ma aadahayo wahaabiyo aadi maayo halkaas uu ku gaadinaya fudaysiga salaadaha la fudaysanaya ka mid taha halkaasi ku geenwaa shaydaanka meesha kugu xidhiir oo kaa dhaadhicin dadka adun baa u fiican halkaa ku jir buu kaa dhaadhicinay وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة صلاة مجرته أثقل كجعلس على المنافقين وهو اللي بدين لها أما ورك قال لها من صلاة الفجر والعشاء صلاة الصبح يا صلاة العشاء لا بد على صلاة وقدرا لمن كأيجا مجرته صلاة الفجرنا هذه هردو معان بلوج شرايو نينك ككع إيمان أوكعيو نينك تجيوي cishuhuna waa xilligii la mar furto la soo daalay oo maanta dhan baa hawl lagu jiro waa la daalan yahay waa la mar furtay biya la cabay waa la qababay galbiya la noqday ninka kace intuu dhabaan dhowdo salaada aadana nin culus wey sadarta haddaad maqribka tukado tagtay inaad ku soo noqoto cisho waa culusta masaajid iska dhex fadhiyo meelahada ka agdhow waa dheeran intaad kari karto walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihima labada salaadood waxa ku jira ajra la atawhuma walaw habwan muttafaqun wa sumar hadka soo dheer babul amri bil muhafadati ala salawat al maktubat wa nahy al akid wal wa'id al shadid fi tarkihin wa bab ya farid allah isfaray bil muhafadati ala salawat al maktubat salaadaha la farad yele muslimiinta lagu waajib yeelay ilaalintooda in la ilaaliyo la dhowro amarkay sharcadu na fartay ya wa nahy al akid nahyiga la dhuujiye adag maakud iyo walwaciidu goodiga ashadiida daraa oo fii tarkiina ku yimid aad iyo aad baa la yskaga reebay oo laysugu cambaareeyey layskuna goodiyey ka tegi in laga tago salaadahaas oon la ilaalinin goodi culus baa ka yaalla wey oo naar ah oo munaafiqnimo ah oo diin xumo ah waxaa kaloo ka yaalla reebid lagaa reebay ha yeelin ha ka tegin salaadaha dhowr lagu yidhi
قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات ورسل الله دنبر دورو إلالية سنة فرض بأ مسلمين والصلاة الوسطى صلاة الرحاء أما فضق بلان الدورة وصلاة عزرة على رأي جمهور السلف من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث أقوال بدن بها كجرة صلاة الوسطى وصلاة دي مصبحة مظهر با معصر با معشة مجمعة لكن سيدة الراجحة وصلاة العصر وأنا سيدة الصحابة بدن كوت يا تابعين تبدن كوت كوت تجين أصحاب الحديث نأو بدنين نصب أنا كوي من عط في صحيح مسلم وذكرنا إيسا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة فضلك بدن إلالية الوسطى إن يتهي فضلنا وارد عدا إن يتهي صلاة الدحيرة إلى وارد عدا إلا يداد وقال الله تبارك وتعالى فإن تابوا هذه كتوبت كيران قالوا الشرك يكفر كسو الله أبتان توبدوا والنقش أي كسو النقضان حمانت أي كتشيرين وأقاموا الصلاة صلاة أوغان وهكاتيان وأتوا الزكاة زكاة بحشان وديبان فخلوا السبيل جدكو دكوريغا ضدك سيكال لي سيبت الظهر تاغت ان كد نونتو دكا قاد اذا مساد ما هي نقطه وحي نقطه شيء هذا لا ايمان ويدنا دونتو سيب لغا ساري هذا الله تمادان لغا قاد ولغا فغون ديغد لو دوريو وي علوست ايو وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال سالت رسول الله رسول الله وحان ويدي اي الاعمال افضل اعمال تيبا افضل بنبي الله خير لا سميو كي اقيم بدن قال سبحانه وحده الصلاة على وقتها الصلاة حل جديد لتكده وقت جديد لغو إلى عليه قلت ثم أي وحان يا كحيق النبي الله قال بر الوالدين لابد كل شيء الله إحسان فله لو ناتيه لدرجيه له لو دداله قلت وحان ثم أي نبي الله أجر كي كحيق أيه قال وحده الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله متفق عليه جهاد في سبيل مركو درجة دعاها عند أهل العلم ومركو فرض كفاية هاي ومركو جهاد طلبية هاي النقو ضدي الدويب النوف يويهين لولنا لقاها يسأو سنجرين ضدنا قمقا أو سنجرين لكن النقو أنه حلب سنة إنه أن دعوة الدين تفافينا إنه أنه بلارين لولك إسلام حكم آرمنا بلارين إنه مركاسوي هذا مركا أو فرض عين نقضه وحن توحيد كأنه كفض بالمجرى لا إله إلا الله محمد رسول الله لنبر طوب ونقني أسجد دبق لي لكن مركو فرض كفاية هاي مركا ومركا لقاها الله بر الوالدين صلاة لقاها مرنا لأن دي قريها لسكو قصو قلو صلاة صعون بيس صلاة اللي قود دي دي لقاها دقيسان مهايو مركا نين بدقبا صلاة تكذي تقيس عار تكال قولي الصلاة على وقت حديثكم مفروة أيا عضينا إن أحب العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها عمل الله وحيوك عليها صلاة وقت إذا أول كان لقد تكذو وإذا دا حديثك الدورة وإذا وي صحيحيا على الصلاة على أول وقتها ويكون لقيهين ولا شك إن صلاة أول كورا لقد تكذو إن يكفض بضانتا آخر كان لقد تكذو إنك سوى جماعة من السلف أرنشرين صاد صلاة أقا شبا خاصة الظهر صار أقلب إن لقلو وصلاة الخوارج بين يجري مالك يا جماعة حقو دورك ولا قبو الشياب حقو وقت دير بو هايستا مركا هو عطبة أقمدي آذان إذا صار هل لقلو صلاة الخوارج مالك يجري جماعة من التابعين بارو غوري وين دورك أتشيدا أما صلاة الله قال وقت يجري وكد وين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إسلام كشان تربى لقد يسوي كتاقية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة صلاة اللوغة وهذا بيت القصيد وإيتاء الزكاة زكاة الله بحيه وحج البيت بيت كلاه كعبده اللوغة سدول لحجيه وصوم رمضان بش صون الله الصوم متفق عليه يقول الله يقانا هذه شان تربى كتاقية أيوه مرادة توحيد كسوغش ومراد إسلام كسوغش أفرتاس الله ربا أركان الإسلام كنت وأكبده لكن وأساسيات كدين تينا أركان الإسلام كحاكم ذا الجهاد كحاكم ذا وحاكم ذا الأمر بالمعروف باكم ذا والنهي عن المنكر باكم ذا من نمذا كم ذا وأسل دينه إن المدونه وصعنه تفرار قئيه خلافية فقال الله الله إلاليه أصنع أسل ومن أصول الإسلام ولذلك
أيان إمامك الله أقولين صلاة إن تجيني إن لغو خلافه أو بوغ لقد ليه شيء خلافي مسألة اجتهاد إمامك وقنوضي وأسقل قنوضي بسنك بيقول للجهري وأن للجهري وأكون راعين وحبك هكذا وصن من فرتين لقاتشات قبت أسنو أدون واديدن تأسنو واديدن يهي وأكون راعين هذا أمركم بحو كل جيم منو ديه منو محافظة ولا قاجم مرت ما كوحر منو صلاة ده ويخلن طاي مسائل كخلاف جا يا ما اجتهاد جا وحنورنا من لماذا هذا أمر كان بحر مسائل كان نقاش نقول اسمه كعلمي طرح علمي آه لكن مايا يبل مقنو بسنك وصير يستا سلا ما يلو إن صلاة الله قوستو وابدعو كبيرة من الكبائر ومنكر شاو سلام تيمحو قرسي جامع المسائل كان نوع عاصة هديو إذا بتردها الدين وايو والا قراعها يا هديو الدين وايو بدبال والله فبحنا يا لأن خلاف بكينا يا لكن الصومال خلاف كيسكيتش عليه منك الصومال يسيس بخلاف كاسو كربا أنا إيري يوان دي دي بو اسكيتش عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس وحال الله إفريدتك إن الله تعلمه أنكها القم حتى يشهد أن لا إله إلا الله إله ربي كلي يا عابدان وأن محمد رسول الله نبي محمد كلي إن لو صدره أولي هاي سمع إيو مقال يا طاعيه قانسا دين تسنى حق تاي آمنان وحسنا سأقول الله إيماننا الله إنا لقو عابدك نايك آمن هيا ويقيم الصلاة صلاة نايك أوغيا ويؤتوا الزكاة زكاة أي كدي بيا فإذا فعلوا ذلك هذا الله حق سمير ساران رسول كان الراعان واجباتك الإسلام كان أي كو هجاجا عصموا مني دمام لي جود بيجا دورتنا وأيجا حارة إن أنكو حد جود به وأموالهم أنت ضودي إلا بحق الإسلام إسلام كحق يسوي حوض ضبط قلم ويه هذا حق الإسلام باكرة دين المصوغة شها مقاتها وحد داب يكول هذا هاي وحاكو هجاج وحيابه كاربت وحيابه كمده هذا كل عضو إن اللي قدر الله جيابه إن دي قدر الله ضادي الله جيابه وادزنا يزتي إذا هو اللي قدر لي مرة هو اللي كرباشي مرة نجح اللي قدر لي حوالي إسلام كيف هذا حد قعنت كف ردة كل عضي ماذا حال قاضي صلاة بعد كتكتي أما قال لي ما اللي قدر لي أما فاسق بقى اللي قدر لي زكاة بعد دحين ويلي حب الله قاضي قرقة ثرقة بيرك الله عشرني إذن وحاوية إسئلالي أدوه دين بان قادن ومبدأ بان قادن مبدأ آسي قانون قانون كي سنة يحير كي سنة مؤقلي لقاعد دقي سنة مايو الدون كو قالوا هاتا وحي سميستان ابن آدم وحي دكتاني عيرا ننك خلاف ويا كيان وقالوا حيرا هيا محكمات بالو قلا فولي حير إلالي بروسكيتا كدبي إستاقي عيدا باب هوشا وديار زنبا أدوه الله يربى اللي سور دي وكيل أبو كات دقال عروس ما ماشا كده دولد معير بتاع حيرك أي سنة يستي كفر قابع إلى شنيس نفقي مال بأهو رئيسا دين إسلام بات سوق لي حيرك إسلام كان موقل ميان كارك إسلام إنا تبطد أنا قادو أود بدبادي إنا ديدو وحود حي مجد هذا ديدو والله يقاننا قد كدر تحساب قونا إلى هذا لكن وانتو حيث عريا إتابتا علماني معناه مسلم نواناه سيدي مدي افقر بوش لو مال لو تركي سكاه لا يوكلي افقر بوش بلو فير سيدي بدرد دين تاني دين شرف لوي دين وحاوي سهلا كو دقن كيدو كو حد غدب كيدو دين علوس وي نينك ان ربين وركي ساعد بنا كايستا لكن الاسلام كم حابسته حقنا شريعه كتمته لا قاعد دغيسن ماي سيدكم حيري إلى هنا أنا ما أورن أنا ورا ما أقلان كبر ما أقلان كروري إن أقدام فرنجية أما أوركبا أوررة أما أركبا أوقلا أما إلى لا الشهادة بين الإسلام ما حلو دقو إلى هنا أنا ما أورن أنا ورا ما أقلان كروري مظاهرة الكافرين على المسلمين وكفر بكلية وأنا قد كسيدات إيوها بكتب تلك قرآن وأنا الناقد مجمع عليه عند المسلمين هي لذا هذا المسلمين تكهيلس وتقال أهيلس محاطة نين كان أهيلس باتا بالس وشيء ما هي أني ولد هذا دان مرنا إسقابنا
لكن واحد مضى ويريس هذا خيار أمريت واحد ويريس إلى توحيد الله أولا وإلى متابعة الرسول ثانيا ثم الصلاة ساسي سد بيالان هرت بل إنه أن مدونة وخلط هرت أن إسلامنا كهرس هرت أن إسلامنا دينك أن صوغ الله رسولك أن راعنه صلاة أن تكنه كذب أنت وناكسين سكون بأن إلى شنا كحكت فإنهم أطاعوا لذلك ديكاية إلان فأعلم أغيسي أن الله تعالى افترض عليهم صدقة إله أن الزكاة صار واجب كغية لتوخذ لقا قاضي من أغنياء امتنات قد لقا قاضي فترد لقوع اللي على فقرائهم سبول قد لقوع اللي تنات كي تاجر كلقا قاضي فقراء مساكين تسبول قد لقوع اللي قبل نمرد هوشا يدا فإنهم أطاعوا لذلك هذه هوشا كاية لأنه أقلادان فإياك إسكا إلالي طقم فرس لو قد قد نقول معاذو هذا كما أقلاتين إيسو مرح ولا حلقة نو البقال انت كدقا قيس جيلي ساكن هدي كلي سيف با تقان هدين فإياك إسكا إلالي وكرائم أموا جمع كريمة كنفيسة والنفائس حوله هذا موند كل إسكا إلالي ساعة كدقا قهاي بحديقة قروحسن إبورن هاشا قيمة جيل جيل دحات قات أريغان نيف دحات كقات نيف كقول لي تنهد المسلمين لو قادم هاي مساكين متك أوفي عن الله قائم مسلم كذا كذا بحناي نيف دحات بعض الربا وكرائم أم ويكو هبارة والإسلام كومن إدني ما لك أن إسلامنا وحنا نقول بالله هاشد أقرا بحال الله كعلى قدي إد إن يقالون بالله جيا بع الله تك الدين تان نعسيني مسلمين تم مساكين تفوق قادنا هالظلم كي واحد بحين هيا نقلب يجي سعودة هالجلين مسلمين تان نبي والله الله إذا كذا بحناي وحكوي لي روح الصاعقة مسلم كذا كذا أورورنا يا إدولدو صادرتي أسوأ حال وقرع سنة إذا كسرت مسلمين أي جن هنقولين أي دون جن نم بيدولو صادري مي وخوج إيمان ميل فوق بكيمت إسلام بوش قينا يا حق الناس بكا قاضي يا أدوك عاونا يا سوريه مرتسور سور دوي نيف وراكسنسي هدي هذا حق سلطان إسعافية أسوأ قلب السنة إذا كسرت ورغضوا هنا مسلمين تقولون تهاو قلين نبي قصص سؤال كلا دردار ما أكلية إلا ليه يوم ولي حولي ذا بس وإياك وكرائم أموالهم إذا كنا إسكا إرالية إنه نكا قلب إنكو قبط واتقي إسكا إرالي نكا نزكا قضى يو دعوة المظلوم معادو دعوة المظلوم نلا الظلمي هباركي هباركي إسكا ها الظلمي قال إسلام منا إنا ظلم الله ما وقلو وألقى وعد الكلية مسألة العدل مسألة عقيدية الدين شق الكل ما روح الظلمي كرتو مجرو لا مسلم ولا كافر نول بحق إلهي كاسي كقادة لكن عندها ظلمي وقضايا كلية بشرية لن أتعلوي عقلا وسمعا بالو قرنية وجوب العدل ها ظلمي روح مسلم ظلمي قونا وشيء مال وصن لهين ودكتو حق روح وصن لهين وتسيسو حق روح ولا كقادة على وجه الظلم فإنه ليس بينها هبارك والروح مظلومك أمر حي وبين الله إله حقيس حجاب واحد تيدي واحد البابة تصب الله أقبل حجابك هو شرط الله ما شرط يوي حجابك هو قال إنك لي الباب يعني دعوينك عباداتك كلا شرط بيلين الإيمان بالله بيلين إخلاص بالله قربا حل قناة شروط بيلادة مظلوم للدلمية والله واحد قد بأباركيس واحد شرط أمال هو قال حتى دويا دعوة والله أقبل إياه إبليس بدعاء لقى قبل إلهي بريد البريء وما دعاء الكافر إلا في الضلال وعباده دعاء سوى عبادتي ما تساعد قال كمظلوم كهدو سيد أيدي أتربي وكا أقبل إياه وسيد قال وحلو قا أقبل إياه بريد إن لقى أقبله وإلهي وحد وثقوه كسيه من باب العبادة معها إوامحي ومن باب الرزق يعرف يرساقات يرب أو كلوي قال الإسلام بله أولاد واسية روب كوا أوكينا نبض يعلاد بواكينا إرساق دو إلهي باسية أيوة قال دعاء إن لقى أقبلوا حيوستك تا من باب الربوبية وي أذو حواجب كوين ظل لا أدو قال الإسلام با أقبلوا دو إلهي نوكايل ومسألة إلهي تصرف كسي تدبير كسي أغوستك أو كالرزق والمطر والرحمة وكلاء صدرت بإبليس بلغي إليه إنك أدونك يؤونك أو قال زنا
arkaanta kale
dhulkaa lagu waajib yeelay nabi maxamed oo jooga, laakiin salaadu nabi maxamed oo as-samaa as-saabica joogaa la soo saaray. Waajibaadka kale xilli goone inay ku qabtaan baa laga yaabaa, marna kaa dhacaan marna ay ku lagu saaro. Salaadu ruux walbo caaqilay saaran tahay. Soonku marbuu kugu waajibaa marna wuu kaa dhacaa, xajku marbuu kugu waajibaa marna waa kaa dhacaa, zakadu sidoo kale. Laakiin salaadii ruux caaqil ah intuu garaadkiisu joogo way saaran tahay. Waxay ku waajibi faqiirka, ghaniga, labka, dhadiga, addoonka iyo xorka, nimay deyn ma jiro. Laakiin waajibaadkan kale dad goone ay qabtaan, hadday markuu qabtana mar bay tagaan. Salaad waa sidaa. Salaadu iyadu hadday kuwa asaxdo acmaasha kale way toosisaa oo way kabtaa. Haddaysa iyadu asixi weydo, zaka kaa asixi mayso, soom kaa asixi maayo, xaj kaa asixi maayo, lagaa aqbali maayo. Khasaais bay leedahay salaadu. Axkaamta iyada u goonidaa keenaya in ruuxii ka tagay uu ka duwanaado. Ruuxii soom iyo salaad xaj ka tagay buu ka duwanaanaya. Astaan wuxuu yeelanayaa gaalnimo. Astaan gaalnimo yeela marka waa la gaalaysiinaya. Salaadu markaa ugu sahlan maa la iska ilaaliyo. Ducaan Burayda ibn Xusayb aynu sallallahu alayhi wasallam qaala alcahdu amaanka alladii baynana wa baynahum noo dhexeeya asalaatu way ammaanka noo dhexeeya nabadda noo dhexaysa annaga iyo dadka salaada tukada dadka islaamka sheegta way cafwa alcahdu alladii baynana wa baynahum dadka islaamka sheegta ammaanka noo dhexeey ama ballanka noo dhexeey inuu isku badbaadin axdiga anagu waxa weeye asala tukashada weeye faman tarakaha faqad kafar ninka ka taga waa gaalob axdiga waa buray dhiigga bini aadamku waa inaga soo sheegna wuxuu ku xaaraam noqdaa iimaan iyo ammaan lagu siiyo idan haddaad ka tagto iimaanka waa buray walidaalika axaadiista waxaa ku yimid innii nuhiitu can qatli lmusalliin waxaa layga reebay dadka tukanaya inaan dilo ninka tukan waaya nabigu inuu dilo lagama reebin maxaa lagu dili diin la'aan iyo gaalnima lagu dilaya وعن شقيق بن عبد الله التابعي العقيل المتفقي لسكو وافق على جلالة الله سكو راعي نين عالم إمام إنو يهل سكو راعي محوي رحمه الله تعالى قال وحوري كان أصحاب محمد أردد النبي محمد وحيا هايين لا يرون كوا نو أركين شيئا عمل وما الأعمال واجب أي شيئا أي فرضا من الأعمال واجبات كمية تركك تقديس كفر غير الصلاة تابعيك وحوكو يلي أصحاب محمد لا يرون كانوا لا يرون شيئا شيء قاسو من الأعمال واجبات كميدة شيء قاسو تركوا كتقيدوس وكفر قال لما أوي أميسا أركين غير الصلاة هذا وحنك آهي صلاة كلية بواجباتك فرائش شرع لك يقال الله تابعه شرع ده واجب كي يمد الله ساري شيء كتقيدوس أي قال لما تهي صلاة بيوارك جريد أصحاب محمد نلقاس المرين كتاب القرآن كاشيغي حي إلى صلاة وهو الخطر وهو الخطر صلاة كتجديد وعلوس تاي آدي آدي وعلوس تاي علوس حيلي إن صلاة واجب لغو الشيغ القرآن كجده أنت صلاة لغو الشيغ مجرو شرائع الإسلام صون حج زكو أمر المعروف صوة مركز التوحيد كان لغا صوته واجباتك انت الصلاه لا شيء واجب لا شيء ما تريد هذه اهل النار كما جهنم اي تغى نار تلقي لي ما سلككم في سقر بحكى بالله قالوا لم نكن من المصلين صلاه مرك عقل حمد هذا انت سو قاد اتسون غرب غليس يو حج ما لا غابا غلي صلاه وا ابدو غون او تمن نك كتغانا وربا غلي صعبنا الكاسكا استغير المسلمين رواه الترمذي في كتاب الايمان باسناد صحيح الترمذي هو كتاب الايمان بكوريا سند صحيح وحديث صغوي حديث صغوي اجماع الصحابه سوغوري تابعه نصوص بضم القران كي سنة كتمت وانا سيدا الصحابه ابطناي عفوا تابعين ابطناي صحابه ويكو اجماعين هل صحابي او كسوغنتاي صلاه كتجديد اني سنقال لما هن مجرو
هل تابعي أو لقاها أيو صلاة لقتها قال لما ما أنا زوري بالله شيقا. وفي الرواية عنه نظر صحابية تابعين هالكاسي مرين بل أيوب السختياني إجمع بسوقوري تابعين الصحابة بسوقوري إسعان راهوية سوقوري إجمع صلاة كتجديد وكفري ودادها قبائل كفر هاين وعلماء اجتهادي لكن الكتاب وسنة وإجماع الصحابة هالكاسف مرية اسك إلالية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد وحقه الرياء الضون كله ولا حساب تما آخر يوم القيامة وحوي من عمل واجبات كيسية عبادات كيسية غير كيسية صلاته شيء أوه الرياء آخر الله بحق حق الله وحق العباد إن بضبط نصوم الرأي حق الناس هي حق الله بيك ليه إلهي حقوق دي سخازك شيء أوه الرئيسي اللي هو يديه هذا مسلم أو مسلم تاي صلاة دوي حق الناس وحقه الرأي اللي هو حساب تمنى وديك أضاد السي أول ما يقضى بين الناس في الدماء الدماء حق الله صلاة بأوهر رئيس أديك يا أدون الله وحيدين دحي ربك صلاة بلقب الله بي أدي آدم وحيدين دحي ديك بلقب الله بي عرض يا شرف الملكة قد عدى يروح ديك سادس وإن لك الإلالي آدم هديك قدية نفط وضي شرف وضي عرض قدية إسكا إلالي ملكة قد عد الله حقي سنة إسكا صلاة إسكا نظر نبي وحوري فإن صلحت صلاة هديها قاكتو ويصوب بناتو فقد أفلح أدونك واق ليباني وأنجح وانا قوليستي وإن فسد صلاتها ضي حماته صلاتها توسين ويدو أيد الضلدور كصبحه ويكو أسيح ويدو فقد خاب أضون كاسي واهوغي وخسر وانا الديغي تود ليبو الديغي دالو الديك ما مغشين فقد خاب أنك واهوغي وخسر وانا خساري أوفير صلاتها نبقى توحيد لاغي صلاتها ضي توسين ويدو أضون كاسي واهوغي وانا خساري زكا ما ترتوي ما أصحش زكو صلاة ديكوها زكا ما أصحين صون ما أصحين حج ما أصحين أمر من العرف لقوقة وان ماي وحخير لقوق حسابي مجر وماشي العلماء الحديث كي كقاتين وي ننكي صلاة أصحي ويدو وحمر لقا قبل ماي معايا النبي قلت اسكو حلي صلاة توسي ويدو يا خسارة دي هلاك قادي هل سوي فإن انتقص هذو كديمو أو كجوي من فريضتي صلاة واجب كهذا شيء وحش كديمو فإن انتقص هذو إسكديمو من فريضة صلاة وتكون واجب كهذا شيء وحباش كديمو ما يسمى فسادين مبرين لكن حقوق وضع وعنتها قال الرب سبحانه وتعالى وحورنا يا انظروا بل أجا ملاقيك هل لعبدي من تطوع أذون كيجو صلاة سنة أم ملية هاي أو راوع صلاة فرض كجاري لقكبه فيكمل ولا بحول ولا ما يستري بها من تقص من الفريضة صلاة تطوع عيد وحلوك بها وحي اسكرد ما صلاة واجب كأي ثم تكون وحين أهاني سائر أعماله أعمال انت ذيك على هذا المنوى ساسا لغوة دي صنك بفرد كابا الله فيريني هدو لما يستر ما خير هدير داو عقار صنك سنة دا بلقب بحنية زكي دي بالله فيريني هدي برتو أسيحي ويدو ما لقابا قالي صلاة دينا يكون صلاة صحيح الله سعاد هذا يسحب إذا ملا جابا قاله هذا لكن راوع قاله صدقات كيس وبحين شري بهلا جب بحيوي حج سيدو كله حج السنة ضاي كيف فرض قبل سقوب بحين بحين وحي خلل آه لكن هذا من قواس حماك محاس عني مرك السنة كوا وإن لجود ذا له وحباب بضم بآخر كترى هيان واجب كي إلى ليان وجدار يدربي سر سروكو إلى ليه ويأصل كذي علاه راو الترمذي وقال حديث حسن. باب في فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف وتسوية والتراصي فيها وحباب هاي فضل كجرة صفك أول صفك هوري صفك هوري وحلو جدا ولينك أحيق إمامك لينك أحيق إمامك هدو الدون يسن كدر بقوانين حلما وحي ليهين صفك أهوري إمامك حيقة هذا هالكاس درب كسر قلي أما تير أو قايو أما هالكان لحظة حفيز كي يالله مقصورة وحيل رجلا يقطع له كلا قايو صفك الله بعد دير درب قبنا يا ساء التوصل كاس أول هذا هالكاس اللي مريت صواب كلك محاوي أما جيس هكذا
أما طير هكذا حقوتي صفك أهرية واك إمامك كحجة لكن وحنا هاي مركو رب الله ما أقوله صفك منو كل جويه تير كاس على قبل الله بيا وأنت رش مساعد كسب على الله هكذا صفت عيسن كجوينين يا ولا أمر فريد الله يسفر بيت ما بالصفوف صفك إلا بحشو الله ما يسره وصفهم لبوحين كوكا الان لبلاب. يا وتسوية ان لا سمى الله ان كل توسيو والتراصي في ان لسكوت تشيو بقناها لسارو لغها لسارو قربها لسكوت تشيو تراصي وين انا سكوت دوانو مرنا وين صفك لا توسيو انا سكوت بوكا قالوا عنك راسفك. وعن جابر رضي الله وانا سيد الراجح وواجب وسنة ايو وواجب على سكوها ياي ادلو وحي حوتين ايسا صفك الله سيمو لبوحيو لتوسيو لسكوت دوانو ومن واجبات الصلاة. نبي محمد بأم الضفري أمرك الله صارفا له أستقى سمين شروف فلأهنكو سمين شري صحابة دي سيبا سمين شرتي ميلو غرد قاقمله بأدنى من ذلك أيا وجوبك كسوك نادا انت وحكير بوجوبك كسوك نادا. عن جابر رضي الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله رسولك إلهي بنقص بحي فقال وحولي مالي مال ما كمذا ألا تصفون مويدا أسفين ما أولا ينقرودان وضصفتان كما تصف الملائكة عند ربها ملائكة على أكتيس ذي الصفات يقول أي سهب يسو فقلنا وحن يا رسول الله رسولك لا يو دو هول غيبة كور رنتي وكيف تصف الملائكة تصف الملائكة ملائكة سيل الله صفا عفوا عند ربها ربي أكتيس ذي أنا قلت سأي قرآن قال نبي حر يتمون وحيدا ما يستران الصفوف الأولى صفص كهريه الصف الأول صف كهوري الأول صف كهوري بوحيان ويدما يستران ويتراصون وانس كدقان في الصف اللينك قده سنة أيها تشركو دي اللغوه دي أدمدو دي بأس قبطة رواه مسلم شدا يالا ملايك تكد إذا مسايدك عميرة صفك بوحشة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي لو يعلم الناس ضدك ديوغان لها ما في النداء أذانك وحك كجر خير يا فضيئة يا وصف الأول صفك كوبت أجرك كجرة ثم لم يجد أيسا هل إلا أن يستهموا أن يقروا التورتان بما عليه على النداء والصف الأول لاستهموا وقروا التوران لها ين متفق عليه وأن سمر أيضا لقوا التورتين وأن سوى شيئا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال رجو هذا الملك تكن أيام صفوفك هذا ملك أو خير بدن أو أجر بدن وحوي خير كذا ثواب لوجه ذاي أولها صفك أو غير أو أجر بدن وشرها رج صفوفك هذا الله يمنك إذا هذا كنت كذا الله إنك أو خير درنا أو أجر يرنا وحوي آخرها كأضم بيا يا حقها وينك حقة. وخير صفوف النساء ضمرك هذا الملك تكن أيام رجنا لا تكن أيام وي وأمرك كل ودي ماء ضمرك هذا وكل ود جماعة عيسان أيام صف صف كوكا ريوكا خير بدنيا سيدا راكو كالوي لكن مركي مسجد كو اي دمر يا راكو كولمان ويكو تكون ايان صفك او خير بدن دمر كصف كودو وصفك او قدام بيا اي راك او غفك متو او غصو هرية صفك راك يا دم بيا كو حيجي او صو هرية دمر كان ومتك او اجريا او خير دران وخير صفوف النسائنا اخرك قدام بياوي وشرها مثل أخير درنا وحوي أولها كأقوه الرئي رواه مسلم. إلا ذونا آثار كلي أحد كلا لقى فهم يو نبي حور ربا ضمرك يرقو إني كلا فقاده فتنة لقى بد بعده شيطان يوسوس كلا لقى بد بعده لبدا جنسي أنت لك دور كرو أيا رقم كوجرا يا أنشحي إذا بتو يداود لينك الدنبه رقا يا الله إنك هوري الدمر كوايسار كهيا شيطان نور بوشيجي أدور ركوع هاي إن أدخل كيش وحقف في رزالة كهيا هذا جودة أنا صابونين إن هو دم رج صف كيس دم في رزالة كهيا شيطان وقدره إيش هذا إذا إيش ده جبا فداس وحقبت بادي صف كوقد دم بيو الدمر كيو صف كوقد هري الرج وده دو حيلين حديثكم مخص يومرك الرق يدمر تكان حتى مرك يدمر تكان هيان شذو ضبع صفك أقوه الرجاء وأجري البيده كأضم بيان أو خير بدل معجرة ضمر حتى هدي السكوت أيقعد سحام بيده هذي
تضم بتهورا الفوق قاضيس أنت مركز سيدا هذا يتالي علاده صفك ورابه في عاني وصو عيدو أركا يبا ترين صفك أوهري ما يسوي ذاتك بودن باشير دين ما دام الله حمان هاي ويقو اسفيرن هاي ايق مضح هذا الروماني ايق سيد هاي ايو شيطان باكو آخرن هاي هو رسمة دايان ناس كاسدو يهي با صحة وحديثك حقوق سيا عند اجتماع الرجال والنساء في المساجد. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه نبي حكوار كاصحاب تسمال مال ما كامده تاخرا حقوق دبدعت اي عقد شيد هيا انا ما لها ضم بين فرديا فقال اللهم حمد النبي كل صحابتي تقدموا رؤوس ومر وصفك رب عشا بسالك عمرو قنقمه فاتموا بي انا يقول ضيضا يقول حدا وحن سمي السمي وليأتم بكم اذن كن هذه كود ضيضا من بعدكم عدي اذا كضم بيسه لا يزال قوم قل يكزول ما يا يتأخرون إني حاجة شيدة هيا أو يدبع هيا حتى يؤخرهم الله إله إله ربي دب دو جنة مال جابا أما دو أي كتاجان أما هذه نار لا قالوا أي قدم بيكون نار تك صبح وهول هل يسوي رواية غرس حتى يؤخرهم الله في النار ومنكر غير صحيح ما أصحن قوم إنه يدب دعاية لأنه رقم بيكون رقم إمضى من سومري روح بمسلم كهذو بين تمر شيخه هذا كعلي كعلي واجدا بعادة النقن حتى يكتب عند الله كذابة رنت بالكود ذا شيء وهذا رقم بيكون نقن عادة يكون نقن بحال بيكون نقن ظلم بيكون نقن إذن هذا الدب دعاء وشقة كده واجدا بول على زنب رواية ابن خزيمي رواية عند مسلم بعد زيو ما نبغى نقول مزاد كصوغ على سببك مركز وحو أركي فرأى ناسا في مؤخر المسجد صلاة الله أقيم ولا تاجين يا وحو أركي ماشي هذا بقول يس كفر ديو هل قابينا وحكي قاعد دوني نبغى وقع وعروضي ما يؤخرك ومحادي بدين دقاي هروي صباح رواه مسلم. حديث كان فإذا قيمة كجرتو شعب بادلي شدا ومهم جدا فقه وحوي نبغى وحوي يا هاي ورسوه مرة صفك سوب فأنا قاعد ضيضة إذن كيقول حجنا هيدون كسي الضيدون هيدون كسي حدين ده كيدن كضم بيا شعب وحوي للصف بصف وكضم بيا إمام وياه إمام كي والركوع سنبان يا الحريات إن الله مع صابرين قع أنا وكسير هاي يبزوج زك سمع الله بيوري صفك لكن ولي متوسن صادق ويا صحبي بوري شعبي صف كاسان كل حدي يا بيقول فلان نبيكم محيي بوري فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم صفك إمامك واتوصي صفك اللباط كوبادنا واتوصي محن سوء قاري كي اللباط ووري سمع الله دين رقعده ويجرته إمام كلقب صدي شعب سيدا سورن شري حقوم مصلحة في عمبا ميشا كجرت حديثكنا ظاهر بكويا إمامك إنه اسكت وصوص سمع الله ويجده هذا صفك وردنا ولا فورا لغيابا مرك ماشي جاني سير باكس صباحي وهذا ده ظاهر شعب سودو مرايا ركب أنا كنت على رسالة وحوي صفك وجود دم بيوم ولي ما ضحك هذا كل حدا طلع ركوع ذو إمامك يكي كحجة يصفك كحجة من أي توسين رجع ده ويكون جرتا واتسوق قاعدي ويحكى لك كنا في الله إيمانيس شعبي رج راعي بوق بالغفر لكن أود بدن ينص بدن لما هايو ظاهر كنا واسطة وليأتم بكم قالوا على الوجه أقواش إمامك كل راعة ومبلغ يهوليه بالوجه ذا ما بقى شيء إتمام بالنبي وكهل إتمام كانوا حكينا يا وحي إمام أن كسو قارد شري هدان مأمومين تكسو قارد وإيجرتا وركم شعبي ورثة الماء ومن فقهاء التابعين الكبار واتقرنا يسا فإذا نسكوا كذا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يوحوها بل هكا حديثان قدر يمسح كي عن مرشا مناكبنا قربها نغا جمع منكب في الصلاة ثلاثة قده يعني صفك أنه أتهاجن أيو النبي قد صفك قربها نغا تابن شري هذا هو ربح كان ديب سوريح لين كوز كتو سنة قرب وقرب كتو سنة ويقول وحن عرن شري وليس إذا النبي قد صلاة قلين بلوج هذا استو إكادو سنادا ولا تختلفوا هيس ويدارني هيس خلافنا شركي نوس خلافين لا ينتوز النقطة وفتختلف هيس ويدارتو هيس خلافتو قلوبكم لا بهن أنا بوحين ليه هاي
خلافك إيه كلا دوانا شاه يتفرارق مقالك جودي هيجلك وحكينا يا قلبيون إنه إسخلاف قلبك هذا إسخلافنا على ود بارلان يصنع ينعيب نعيب يا على هذا اعتمادنا وقت جماري سان خلاف ظاهرة أم مقال جودة وحكرنا شق قلب حمالي قلب حمالي محاحقة ها على ود يصنع إصنع دوي ما دنا برتين الله إسكاسلو رمي قوية قانان عدن ولا لك لا تجي ها وين حولي يري وين حبال بديان ما مقش مرب ويجيهن وفطرة وهي ما عام ما ولا زعدة دي لك لا تجو حول إبر ها ضد يدوي وحبت بادي ما تشروه لا رقم ما هي وذا الشرك ورحمته ليليني هاي لسو أي سو حكسوه أي سو راعوا منكم حقينا أولو الأحلام جمع حلم ودقناشها دقناشها كاثينيها نورسيها كفرسيها أي حلم قال لي أسل كسولي هذا هدان تكن هايون صلاة قيلها يصفكو راه صوب جيموها جنجموها صوب بعشو أولو الأحلام يدك الدقن إن دق دقين هذيك لو ننفض ماشا تسوكرسو إمامكم يقول لي آية أفرايا وحكيتو قمامي بسوق عن نفطها لقوا أسقى بآيات حسن دوني يعني دق دق لما ربو إيه والنهى هو عقل قال له النهى وجمع النهية نهية وهو العقل ضدك لبت يا قرات قال له دقنا شيء حصلون ضدك يقصوا حكسدي ثم انت كذب الذين يلونهم كو كحق إيه عقل يا قرات بصورة عن من كاسفك الله بذهب عشين ثم الذين يلونهم رواه مسلم والله سبحانه وتعالى أعلم.